جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو نسي المأموم في الصلاة وهو خلف الإمام الدعاء المأثور رب اغفر لي وارحمني الذي في الجلسة بين السجدتين، هل بعد أن يسلم الإمام يسجد سجدتين سهوا أم أن ذلك يتحمله الإمام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة وحصل منه سهو بترك شيء من واجبات الصلاة مثل قول رب اغفر لي بين السجدتين أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسي تكبيرة الانتقال، ففي هذه الأحوال ليس عليه سجود، يتحمله الإمام عنه لأنه دخل مع أول الصلاة. ولهذا يقول الفقهاء ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.